أخبار اليوم. ماما دو. طب حافظ إيه بقى ماما دو؟ حافظ شعر. يلا قول كده. لو بتبص تحت رجليك يبقى مفيش بكرة، لو بتتلفت حواليك يبقى ما عندكش فكرة. من فضلك يا ماما يا أخويا وصاحبي، يلا بينا نفكر في بكرة. سلام يا ماما. أطفال صغار. ايوه صحيح، عندي كلام مهم وكمان صريح، لازم نقاوم ونفهم لوشه اي جريحه، والايام اللي عدت نخليها ذكرى. ثوره خلاص وعدت، لازم نفكر لو بنحب البلد دي نديها اكتر، نديها حب وعمل، نخلي رملها اسمر، يا ريت اللي جاي يكون لينا.